سادساً السيناريو اللبناني، إن الجيش ما يكونش مرة تانية بالخصائص اللي اتكلمنا عنها في الأول، فينتهي بك الحال إن يكون في فصيل سياسي يستقل بمساحة جغرافية من الدولة، بس أنا ده تبعي والباقي ده مش تبعنا، وبالتالي يعني ينتهي بك الحال بوضع في حزب الله أقوى من الجيش اللبناني. ومرة تانية أملنا إن المعضلة دي تتحل، لأنه من المنطقي إن يكون في دولة واحدة بحكومة واحدة بجيش واحد داخل كيان بتبسط فيه الحكومة المركزية سلطانها على كامل ترابها الوطني.